يا رجل بعم صدق شو الجمال هاد؟ الحياة بتنقلب كلها على بعضها إذا كان في بحياة الواحد بنت حلوة. أي حدا بيكون معها بيشوف حاله على الكل. يعني بصراحة حياتنا ما رح نخليها تنعجب فينا. في كتير أغنياء ونحنا يا دوب معنا نمشي. كل واحد معه سيارة بتجنن ونحنا بنطلع بالبساط يا بنمشي. ليك شوف القصة مو هيك، أنا بقدر خليها تحبني بدقيقتين. لا تقولها حبيبي، أنت بدك تخليها تحبك وما بتعرف تعمل معكرونة؟ بالضبط. وما أنا أي بنت بالجامعة جد، هي رايمة، هي البنت حلم كل الشباب ورح تنعجب فيك. شو بدك تقلها رايمة؟ أنت الأكسجين وأنا الهيدروجين، وخلينا نركب جزيئات مع بعضنا. وقتها هي رح تكب المي على راسها، ويا حرام شو رح يصير فيك. ليك روح صلح نظاراتك بالأول وبعدين فيك تحكي معها، ماشي؟ مو طبيعي وضعك. البنات اللي مثل رايمة بيحبوا الشباب الأذكياء اللي مثلنا، ما نفهمان الفكرة. إيه أكيد. إذا الكمبيوتر تعطل معهم أو يعني إذا هن ما عرفوا سؤال بالفحص مثلا، ساعتها رح يطلبوا مساعدتنا. شو عم تحكي بعدين؟ هي بغير سنة دراسية، ما فيك تكون رفيق المقرب أبدا، فهمان؟ نحن رايحين على الحفل اليوم ما؟ طيب إذا ما خليتها تنعجب فيني ما بيكون اسمي راغو. واثق من نفسه. أنا رايح بعده. أيوة يلا، الأجواء جنون على فكرة. لا تخطبوا الشيء. ممنوع يفوت الشباب لحالهم على المحال. إيه بس نحن ممنوع. شو بدنا نعمل؟ ما بعرف ليش هالقوانينه. شو يا أخي خير؟ شو جابكم؟ ابني مرحبا، كيفك؟ هذا مو بيتك ولا أنا ومكتبي، على الأقل البيس بوت برجلك. يلا تعال خلينا نشوف شو المنظر. لا ترد. ليك قديش هو محظوظ على هالبنت اللي معه، رح يجي يوم ويصير عندي رفيقة حلوة، مو من شان شي بس لأعرف كيف بيكون الشعور. لسه الكل بيعاملوني باستخفاف، أنا رح أغير لهم رأيهم بشوفي. رح أتعرف على أحلى بنت بالجامعة. معك حق. كمان رح خلي كل العالم ينسوا أني بدرس ويبطلوا ينادولي يا دريس. رجعت تحلم مرة تانية؟ في من أحلامك يا ولد؟ ما في. قلعونا من الباب ولسه في إلك نفس تحكي. أنا تعبانة يا بنا، رجعني نفس الحلم القديم، اثنين حرامية راكبين على البسكليت سرقوا جزداني من إيدي، وفي شاب راكب على البسكليت رجالية، بس لما مد إيدي وأخذ منه الجزدان ما بعرف ليش فيق من نومي فجأة وما بقدر شوف مين هو. أنا كتير مزعوجة من يلي عم يصير. عن جد غريب، ما عم صدق. شو عم يصير معك لحتى تضلي تحلمي؟ مثل ما عم قول، أكيد في رابط عم يربط بين حلمك هاد وبين عقلك الباطن يا بنت، بأكد لك. ليكي بنت عمي بتفهم بهالقصص، رح روح واسألها ليش انتي عم بيصير هيك معك بكرة. البنات بالجامعة بيشوفوا أبطال بأحلامهم، وانتي عم تشوفي جزدان بحلمك البسيط. مثل ما عم قلك، روح اشتري جزدان أول شي. بس تشوفي الجزدان رح تعرفي شو قصدي، بياخد العقل عن جد. شايفين؟ طول بالك، طالع كتير أنيق اليوم. روح اليوم وورجيها أنه الدريس بيقدر يكون أبضاي. يلا امشي، يلا شدني فاس طلق لازم. قوم شو ناطر رايح، يا ريت لاقي مثل عقل. يلا هيك كمان كنت عم قول، بتمنى ما أطول رطب مشكلة. انت قد صدقني ما تخاف، يلا روح يلا. كان في يلا شرحة منه شفتوه؟ ليكني رايح. ايه طبعا، لا يلا رفعني عقلي، ماني عارفة شو بدي أعمل. يلا لك يلا روح. في ايدي القصة أبدا. ايه مثل مبعش هيك شكل السحاب. شفتيها؟ ايه عن جد بتاخد العقل. ها؟ وهي اجا فارس احلام. سلام. بعد اذنك. مرحبا. يلا تعالي. ما عم بصدق اللي عم بيصير معك. ولا انا رح اقول عم بحلم نفس الحلم. على الجزان الواحد بيحلم بفارس احلام. رح يجي يوم ورح تشوفه. مو بجزان. مرحبا كيفك؟ خذ اشرب شوية مي. انت شاب ذكي، استخدم عقلك شوي. أولاً شكلك ما بيوحي إنك أبضى. صحيح. ما عندك عضلات وما معك مصاري وما بتعرف تمزح ولا بتحكي نكت حتى. أي بنت رح تنعجب فيك؟ عم تفهم علي شو عم أقول؟ إيه مزبوط. وبتجيب كل معلوماتك عن نيوتن وإينشتاين من المواقع الفيزيائية على النت. عن جد؟ يلا. إيه؟ ليك انسى شغلة رايمة، شوف شي بنت تانية يمكن تناسبك أكتر منها.
ورح تكون فرصتك أكبر. أو إذا بدك نصيحتي، تعرف على بنت دريسة مثلك، قصدي بتحب الكتب تكون. صحيح، انسى رايمة يا رفيقي، حاول تخلي بنت غيرها تحبك. ماشي يا شباب، رح ورجيكم. انسى رايمة وأنا رح أجيب بسكليتة، ورايمة رح تجي لعندي من حالة، أنا متأكد من هالشي. بسكليتة؟ لا، مو أي بسكليتة، ماشي؟ بسكليتة الحركات البهلوانية الخاصة، والعالم كلهم بيحبوها لأنه بنعمل حركات بهلوانية فيها، وأنا رح أكون أشطر واحد بيعمل حركات على البسكليت، ووقت العالم رح يعرفوا أنه راجو بيقدر يكون بطل كمان، ومو ناقصه أي شيء. معه حق، أنا بفهمه. أيوة، شكراً. الاستعراض على البسكليت فكرة ممتازة. أيوة، يا ريت اللي أنت بدك تشتري البسكليت شي يوم، ورح يكون قريب هاليوم طبعاً. جاهزة؟ يلا. بتشوفوها؟ ايه؟70,000. شكراً ماكس لأنك عطيتني راتبك. هدول المصاري رح أعمل فيهم شغلتين، الأولى رح أشتري بسكليتة أحلامي، وبعدين رح أمسك الحرامية وكمان رح أشوف وش فتاة أحلامي، وأخيراً تمام، تمت المهمة. على فكرة سألت بنت عمي عن حلمك الغريب اللي حكيتي لنا إياه، وهي كان برأيها أنه الأكيد أنك ترتبطي بشاب أهم من أنه تروحي وتشتري جزدان. شو يعني؟ يعني برأيي أنك رح ترتبطي بحدا وعن قريب كمان، وإذا اشتريتي جزدان يمكن تلاقي فتى أحلامك، وبتعرفي مين اللي عم ينقذك كل مرة. يعني لازم اشتري الجزدان وبعدين بيجي الشاب يلي على البسكليت؟ بتحب البسكليتات؟ شو بدي أعمل؟ حقه 70,000، أبي بيقتلني، بطاقة البنك وفواتير الموبايل على حالتين رح يقتلني. ليش ما بتقولي لتيمي؟ شو رأيك؟ هدول 70,000 مانون 70 روبية، حتى لو بيقدر يعطيني اياهم ما رح اخدهم. شو هالصدفة الغريبة؟ على ما يبدو انه رايمة كمان بدها جزدان حقه 70,000. بتمنى لو اني بقدر ساعدها بهي الشغلة. لقيتها، رح اعطيها 70,000 ورح اطلب منها تكون رفيقتي ونرتبط انا وياها.